السلام عليكم. حل الصراع في اليمن، المصالح والأخطار والسياسات الأمريكية. تحت هذا العنوان كان جلسة الاستماع المفتوحة للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي مع السفير السابق في اليمن جيرالد فيرنستاين، وهو السفير الذي عاش فترة الثورة والمرحلة الانتقالية والتسوية السياسية التي تلتها إلى العمليات السياسية التي تكللت بالحوار الوطني ووثيقته التاريخية قبل أن تتعرض للانقلاب والاجتياح، وهذا ما أشار إليه في كلامه. الجلسة ناقشت أسباب وخلفية الأزمة اليمنية وتداعياتها على المصالح الأمريكية، وقدم فيها السفير السابق رؤيته التي تضمنت العديد من المضامين والمحاور. الجلسة تخللتها نصائح ختامية قدمها فيرنستاين للإدارة الأمريكية الحالية، ركزت في مجملها على دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي لاستعادة الدولة اليمنية ومجالاتها الحيوية، ومن بينها تحرير ميناء الحديدة آخر المجالات الحيوية التي لا تزال بيد الانقلاب بعد تحرير العديد منها، كان آخرها تحرير مضيق باب المندب وميناء المخا. يبقى السؤال المهم، هل يصغي الكونغرس لحديث جيرالد فيرنستاين بشأن الأزمة اليمنية؟ هذا ما سنناقش مشاهدينا الكرام في حلقة المساء اليمني. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. هل يصغي الكونغرس لرؤية فيرنستاين؟ هذا السؤال العريض الذي يحضر بعد جلسة الاستماع المهمة والمفتوحة للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي مع السفير السابق في اليمن جيرالد فيرنستاين. الجلسة ناقشت أسباب وخلفية الأزمة اليمنية وتداعياتها على المصالح الأمريكية، وقدم فيها السفير السابق إفادته التي تضمنت العديد من المضامين والنقاط بالغة الأهمية كما يراها مراقبون لتحولات الإدارة الأمريكية الجديدة. استعرض السفير الخلفية التاريخية للأزمة اليمنية منذ العام 2011، لافتا إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية برغم المشاكل والمعوقات كانت ناجحة، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني الشامل كانت أهم المنجزات التي وقع عليها جميع الأطراف بما في ذلك الحوثيون، مؤكدا بأن الحوثيين وصالح قاموا بالانقلاب على الشرعية حين أخفقوا في تجيير العملية السياسية لمصلحتهم. تخلل جلسة الاستماع دعوة فيرنستاين للإدارة الأمريكية لدعم الحكومة الشرعية ودعم جهود التحالف العربي لتمكين الحكومة اليمنية من السيطرة على ميناء الحديدة الحيوي آخر ما تبقى من المجال الحيوي لميليشيا الانقلاب بعد تحرير العديد من المجالات الحيوية آخرها مضيق باب المندب وميناء المخا. وفي ختام الجلسة قدم جيرالد عددا من الأهداف نصح بأن تعطى أولوية من قبل الولايات المتحدة تجاه اليمن خلال العام 2017، ومن بينها دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي والاستمرار في دعم قرار مجلس الأمن 22/16 كأساس للحل، مساعدة التحالف العربي لإنهاء الصراع بنجاح، والإعراض عن منع أو تقييد تقديم المساعدة وتوفير الأسلحة للتحالف، التنسيق لتمكين الحكومة الشرعية من السيطرة على ميناء الحديدة، الضغط على الأطراف للعودة للمشاورات. وأضاف بأنه في حالة إنجاز الأهداف المذكورة آنفا خلال العام 2017 فإنه بالإمكان التأسيس لحكومة وحدة وطنية ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال 2018. ينضم معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. جيرالد فيرنستاين يضع النقاط على الحروف، ما رأيك بما تم وضعه في جلسة الاستماع التي تحدث فيها بأكثر من نقطة؟ أنا في اعتقادي ما أتى به السفير السابق للولايات المتحدة في اليمن كان ملخص ما يجري في اليمن، وأيضا هو جمع بين ملخص المشكلة وملخص الحلول. كما تعرف السفير السابق في اليمن فيرنستاين كان موجودا في أثناء الثورة في اليمن، وكان موجودا في أثناء يعني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأيضا
فيما بعد ذلك كان له ويعرف الكثير من الخفايا في الملف اليمني، كون الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن وأيضا شريك قوي مع الحكومة اليمنية. فلذلك أنا في اعتقادي أنه لخص المشكلة وفي نفس الوقت لخص الحلول، وكان يعني يبدو أن السفير وضع النقاط على الحروف من خلال المجيء بالحلول التي لم يعمل بها وزارة الرئيس السابق أوباما وأيضا وزير خارجيته جان كاري. يبدو لي أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته كانوا يتحركون تحركا منفردا بعيدا عن ما تدعو إليه كل التحاليل الأمريكية بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية والدفاع الأمريكي الذين يطالبون بالدعم الشرعية في اليمن بإعادة الشرعية واستعادة الدولة وإنهاء أي يعني تواجد للإيرانيين أو لأيادهم في اليمن وأيضا الحفاظ على التحالف مع الحكومة اليمنية وأيضا الأمن والاستقرار في المنطقة. فلذلك أنا في اعتقادي أن هذه المبادرة أو الملخص الذي أتى به السفير السابق يجب أن يأخذ به في الحسبان، هو وضع النقاط على الحروف وعلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي أن تنطلق من هذا المنطلق. هو ذكرها بالحرف إنهاء الانقلاب العسكري من قبل الحوثيين وصالح، استعادة الشرعية والدولة، استعادة ميناء المخا ومحافظة الحديدة، أي يعني بذلك يعني قطع الإمدادات الإيرانية للميليشيات الحوثي وصالح في اليمن. فلذلك هو كما تعرف دبلوماسي وله في وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 35 عاما، يعرف لديه خبرة في مجال مكافحة الإرهاب وفي السلك الدبلوماسي، وكان أيضا يشرف على يعني وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأدنى. إذن أستاذ إبراهيم، يعني هو طرح العديد من النقاط كما تفضلت وربما وضع قائمة بالحلول التي يفترض أن تكون، ما مدى تأثير ما طرحه فرينستاين على إدارة ترامب بشكل عام؟ أنا في اعتقادي أنه مهم جدا ما طرحه السفير السابق، هو لخص المشكلة كما قلت والحلول، وأيضا يجب أن ندرك هناك توجه خارجي أمريكي جديد في المنطقة. نعم. الجمهوريين ووزارة الدفاع والخارجية الأمريكية يضغطون بنحو دعم الشرعية في اليمن، إنهاء الانقلاب في اليمن، تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص، والعودة إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني والبث في الدستور والحكومة الوطنية التي ستأتي بعد ذلك. فأنا اعتقادي أن توجه الرئيس ترامب في اليمن هو واضحا، يعني هو دعم الحلفاء في المنطقة وعدم التخلي عنهم، هو يعني إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الدولة. هذه الأمور واضحة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية الجديدة، وهي معادية لإيران بالدرجة الأولى. فأنا اعتقادي أنهم سيذهبون بقوة نحو حسم الملف اليمني. نحن ربما ما يجري اليوم في الحديدة وفي نهم وفي مناطق أخرى في اليمن مؤشر جديد على أن الحكومة الأمريكية تود حسم ملف اليمني، وهو رسالة قوية للتدخل الإيراني في المنطقة، وأيضا رسالة قوية لحلفائهم الخليجيين بأننا لن نتنازل عنكم كما تنازل عنكم الرئيس أوباما في السابق. فلذلك التوجه جديد، وأنا أعتقد أنه سيكون هناك تحرك جديد لحسم الملف في اليمن، وسنرى في الأيام القادمة أن المناطق الحيوية الهامة التي تمد الحوثيون بالطاقة والسلاح والمال والتهريب ستنقطع، ومن ثم ستنفرج كثير من الأمور. وهو قال أنه في المشاورات القادمة يجب أن تأتي بعد نوع من الحسم العسكري، وهو يقصد في الحديدة قطع الإمدادات عن الحوثيين وصالح. نعم، يعني من خلال حديثك أستاذ إبراهيم، هل نفهم أن الإشارة الحمراء التي ربما وضعها أوباما بشأن اليمن قد لا تكون موجودة الآن؟ أنا اعتقادي أن هذا قرنتها في اعتقادي التريث الآن الجاري في التحالف العربي والحكومة الشرعية وأيضا الولايات المتحدة، ربما في وجهة نظري يدرسون خطط جديدة لإنهاء الملف اليمني ولتحرير صنعاء والمدن الحيوية الأخرى في اليمن. فأنا اعتقادي أنه
ما يجري الآن هو عمل وراء الكواليس لتهيئة الوضع في اليمن من أجل الحسم العسكري. برأيك أستاذ إبراهيم، يعني ما هي أبرز هذه الخطط التي يعملون من أجلها؟ أنا أعتقد واضح ما ذكره على سبيل المثال السفير السابق في اليمن، أنه يجب أولا يعني تحرير المناطق الحيوية الهامة في اليمن ومن ضمنها الحديدة والميناء الهام، ثم إنهاء الانقلاب الحوثي وصالح في اليمن، وإنهاء أي تواجد إيراني أو إنهاء أي توجه إيراني نحو اليمن في السابق، واستعادة الشرعية بقوة. وهو ذكر في التقرير أيضا أنه يجب دعم الرئيس الحكومة الشرعية فيما بعد حتى التحرير يعني إقامة حكومة وطنية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني وما إلى ذلك. فالأمور واضحة والتوجه واضح، وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية دائما عندما ترأسها يعني أي حكومة أو رئيس جمهوري يكون توجههم صارم في العلاقات الخارجية. كما تعرفي الرئيس السابق أوباما كان يتعامل مع الوضع العربي والوضع في اليمن على كأنه من ناحية الليبرالية وكأنهم يتعاملوا مع مدينة كمدينة نيويورك أو كاليفورنيا، لن يستوعبوا مدى التأثير الذي أو الأوراق الخطيرة التي كانوا يلعبون بها، ولذلك كانوا يريدون أيضا الحفاظ على الورقة والاتفاقية التي وقعوا مع الحكومة الإيرانية حول برنامجها النووي على حساب المصالح العربية واليمنية وعلى حساب مصالح الأقليم. فأنا أعتقد أن هذه الورقة قد انتهت وتغيرت، والجمهوريين واضحون في أهدافهم. هناك ضربات في اليمن شبه يومية من قبل الإدارة الأمريكية، رغم أنه السفير السابق ذكر نقطة مهمة أنه لا يجب الضرب بهذه الطريقة في اليمن، يجب أن يكون مدروسا لأن الأمور حساسة في هذا الجانب. تفضلي. وهو أشار في حديثه أيضا إلى مدى تعاون الرئيس هادي في مسألة مكافحة الإرهاب، وكيف أن يعني لاحظنا ربما هذه المكافحة على أرض الواقع من 2012 إلى 2014 حسب ما ذكر بتقليص نفوذ الإرهابيين. لو تحدثنا أستاذ إبراهيم عن يعني دلالة توقيت هذه الجلسة، جلسة الاستماع الحديث عن عام 2016 و2017، ما هي الدلالة برأيك؟ أنا في اعتقادي أنه الآن سنرى ربما في الأيام القادمة يثار الملف اليمني بشكل أكبر، وأنا أعتقد الجلسة الاستماع التي جرت قبل يومين هي إلا بداية للحديث أكثر حول الوضع في اليمن وكيفية الحسم. كانوا أيضا أعضاء الكونغرس الذي كانوا يسائلون السفير وغيره من المتواجدين، كانوا يحثون أنه لابد من إنهاء التوجه التدخل الإيراني في اليمن، إنهاء تلك إنهاء الانقلاب في اليمن، وأيضا دعم الحكومة الشرعية. فالأمور كانت واضحة. أنا أعتقد في السنتين القادمة سنرى أقل حاجة في اليمن إبعاد الخطوط الحمر التي وضعها الرئيس أوباما، سيكون هناك تعاون أقوى بشكل أكبر بين الحكومة اليمنية والحكومة الأمريكية، وأيضا مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف العربي سيكون هناك، أنا في اعتقادي، تغير جوهري جديد. هناك يعني توجه من وزارة الخارجية الأمريكية، من وزارة الدفاع، البيت الأبيض، نحو دعم الشركاء الخليجيين ودعم الحسم المسألة في اليمن. والأمور هذا واضحة، عندما تكتمل الأمور هذا تكتمل يعني أدوات الحسم في اليمن. والسنة هذه والقادمة ستكون سنوات جديدة بالنسبة للملف اليمني، وإن شاء الله يعني في اعتقادي سوف تنجز الكثير من المهام لصالح إعادة الشرعية في اليمن واستعادة الدولة، وأيضا تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي اتفق عليه اليمنيون ببناء دولة يعني فدرالية ديمقراطية حديثة، بحيث يكون لليمنيين جميعهم المساواة والمشاركة في السلطة والثروة. نعم، إذا أستاذ إبراهيم، يعني لو تناقشنا في المحاور التي تحدث عنها فرينستاين، يعني بداية ربما التوصيف الدقيق للعملية التي حدثت في اليمن، توصيف لانقلاب حدث على شرعية، يعني هل هذا هو ربما التوصيف الذي كانت تتحاشى واشنطن في السابق؟ أنا هو ذكره أن هناك انقلاب، وأيضا ذكر نقطة مهمة أنه يجب من أجل الحل يجب أن يطبق قرار مجلس الأمن. هو أيضا ذكر أنه مخرج الآلية يعني
المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية كانت نقاط مهمة في عملية الانتقال السياسي رغم بعض السلبيات هنا وهناك، إلا أنها كانت الحل الأفضل. ذكر أن مخرجات الحوار الوطني شارك فيها أيضا يعني ممثلين عن الحوثيين وعن المخلوع صالح، ولذلك تراضى بها جميع اليمنيين، وهي خارطة الطريق التي يجب تطبيقها. فلذلك هو وضع أنه من خلال خبرته وكسفير في الملف كسفير للولايات المتحدة، وكان من الرجال الأوائل في يعني الدخول في الملف اليمني وإيجاد الحلول لذلك، ذكر النقاط بالتحديد أنه آلية المرجعية للحل القضايا في اليمن هو مخرجات هي آلية يعني المبادرة الخليجية، آليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، وأيضا قرار مجلس الأمن. فالأمور في اعتقادي واضحة، والبيت الأبيض الممثل بترامب والجمهوريين سيستمعون لتلك المقترحات بعين وسيضعونها في عين الاعتبار، وأعتقد أن الأمور واضحة من هذا الناحية. وسيعيد ترامب كان واضحا بأن السياسة الخارجية ستكون مختلفة عن سياسة. دعني أنتقل للدكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا. ربما نبادر بسؤال دكتور محمد، لماذا تحدث فرنستاين الآن؟ يعني أمضى سنوات مديدة في اليمن، هناك فترة من يعني وجوده في اليمن، وحتى الآن لماذا يتحدث الآن برأيك؟ هو يتحدث الآن لأنه سئل وجاء السؤال لأن الإدارة تغيرت. يعني كان الكلام في معرض سؤال لفرنستاين وأدلى بدوره إجابة عن هذا السؤال. طبعا الوزير أو السفير الأمريكي السابق كان مطلعا بكل تفاصيل الملف اليمني، كان حاضرا في المبادرة الخليجية، كان حاضرا في الآلية التنفيذية، كان حاضرا في الحوار الوطني، وكان حاضرا لدى شرائح واسعة، سواء كان شرائح سياسية أو شرائح حقوقية أو حتى شرائح شعبية، وكان له علاقات واسعة، وكان يعني يتصل بشكل مستمر بأطياف مختلفة من الطيف السياسي والطيف الشعبي والحقوقي والإنساني في اليمن، هذا شيء واضح. نعم. لكن يعني الآن بما أن السفير السابق قد يعني فتح هذا الموضوع، فالكرة الآن في ملعب الحكومة. ما هي مبادرات الحكومة لبلورة أفكار معينة للبناء على ما ذكره فايرستاين؟ ماذا يمكن أن تفعل الحكومة لتطوير الأفكار التي طرحها؟ لماذا لا تتحرك الدبلوماسية اليمنية سواء كان في نيويورك أو في واشنطن من أجل متابعة هذا الموضوع؟ هذه نافذة فتحت لم تفتح بفعل جهود الحكومة الشرعية، وإنما فتحت هكذا. نعم، ويجب استغلالها. قبل أن ننتقل لدور الحكومة دكتور محمد، يعني هل يمكن أن نفهم أن الإدارة السابقة كانت يعني لا تريد أن تسمع مثل هذا الكلام الذي طرحه السفير، رغم أنه يعني كان على صلة بالشأن اليمني؟ ومشكلة الإدارة السابقة أنها وضعت نفسها في إطار من المثاليات، من مثاليات أوباما نفسه القادم من معسكر السلام ومعسكر الحماية من الأمريكيين في الحزب الديمقراطي. هذا المعسكر أحيانا يريد أن يمنع الحرب لكنه يهيئ مناخها، لأنه أحيانا لكي تقف الحرب لابد من استخدام وسائل عنيفة معينة من أجل أن تقف الحرب. لم يكن أوباما ينطلق من هذه السياسة. لا يقال بالطبع أن أوباما كان يملك نوايا سيئة، أنا لا أعتقد ذلك، لكن كان لديه فلسفته، كان هي لدى قطاع واسع هنا في الغرب ينطلقون من أن الحروب أو إحلال السلام ينبغي أن يكون بطريقة غير عنيفة، وهي النظرة التي للأسف الشديد هي التي انتشر بها العنف سواء كان في اليمن أو في العراق أو في سوريا. الإدارة الماضية كانت أيضا محكومة ببعض الالتزامات الدولية، كانت تريد كما هو معروف إنفاذ الاتفاق النووي مع الإيرانيين، وكان لذلك نوع من الثمن الذي ظهر واضحا إذا عدم حلحلة الأمور في اليمن وغيرها من المناطق الشرق الأوسط. كما أن الإدارة السابقة كان لها أيضا موقف غير مشجع من يعني لم تكن علاقتها جيدة، وهذا ليس من قبل أسباب في منظومة دول التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية. وقد رأينا مستوى التمثيل عندما أتى إلى الرياض أوباما، وكذلك جمود أو نوع من البرود في العلاقة بين البلدين. نعم. شهدتها فترة أوباما، وهو الذي
أدى أيضا إلى نوع من عدم التنسيق التام فيما يخص الأوضاع في اليمن. هذه الإدارة إدارة ترى أنها إدارة ثورية، إدارة شعبوية، إدارة تريد أن تكون مغايرة، تريد أن تعيد أمريكا إلى مجدها. يعني التوجهات الجديدة لهذه الإدارة دكتور محمد هي التي يعني جعلت السفير يتحدث بكل هذه النقاط وبرؤية واضحة، أم لأنه ربما علاقته باليمن قدم هذه الرؤية يعني أو لديه هذه الرؤية دون غيره من الأمريكيين؟ ما رأيك؟ هو الآن لأن ليس الإدارة تغيرت، ليس الساكن في البيت الأبيض هو الذي تغير، وإنما الإدارة تغيرت وكذلك الكونغرس بغرفتي، غرفة المشرعين، مجلس النواب بغرفة السيناتورات. الآن الإدارة الأمريكية بشقها التنفيذي وشقها التشريعي كلها يعني غالبيتها إدارة جمهورية، وهذه الإدارة يمكن أن تفعل الأشياء الكثيرة بحكم التناسق الموجود بين الكونغرس وبين الرئيس، لأنه في السابق كان الرئيس ديمقراطي وكان إلى حد ما الغالبية في مجلس النواب كان في الجمهوريين، وكان هناك نوع من الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. الآن هناك نوع من الانسجام إلى حد ما على الأقل داخل إطار الحزب الجمهوري بين هاتين المؤسستين، وبالتالي يمكن أن تنفذ قرارات، يمكن أن يكون العمل أسهل وأكثر سلاسة. نعم. ما مدى تأثير نعم ما مدى تأثير هذه النقاط التي طرحها جيرالد بهذا الوضوح على المشهد اليمني برأيك؟ أنا أعتقد أنها كانت نقاط جريئة، نحن نعرفها في اليمن والعرب يعرفونها لأنه لم يأتي بجديد، ولكن جدة هذه النقاط من أنها تطرح في دوائر حكومية أمريكية، دوائر نافذة، دوائر فاعلة، دوائر صنع قرار حقيقي، وبالتالي على المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي، في التحالف العربي، في اليمن، عليهم أن يعني أن يبنوا على ذلك، أن يبنوا على هذه النقاط، أن يتواصلوا مع المسؤولين الذين سألوا جيرالد فايرستاين، أن يطوروا أفكارا في هذا الخصوص، خاصة وأننا يبدو أمام جولة جديدة من المفاوضات التي يراد لها أن تكون حاسمة، إما أن تكون حاسمة بالنجاح أو أن تكون حاسمة بالفشل لا سمح الله. يعني الإدارة الجديدة يفترض بتصوري أن تستغل، لأنها إدارة في جانب منها كثير من الإيجابية، وإن كان في جوانب أخرى كثير من الجوانب الظلام والسلبية والنظرة غير الإيجابية لقضايا العرب والمسلمين وما إلى ذلك، لكن هناك ما يمكن أن يلتقط وهو النفس المقطوع أو الحبل المقطوع بين الأمريكيين والإيرانيين في هذه اللحظة. هنا يمكن أن ندخل المشروع العربي، إن كان هناك مشروع يمكن أن ندخل تدخل الدبلوماسية اليمنية من أجل توظيف بعض جهود هذه الإدارة في صالح الحل في اليمن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، طرح الدكتور محمد العديد من النقاط، مركز أيضا على دور الحكومة في هذا الجانب بعد هذه الحلول التي لم تأتي من الحكومة الشرعية وإنما أتت من الآخر، كيف يمكن أن تستغل يعني ما هو حاصل الآن، هو كما أسماها دكتور محمد الحبل المقطوع بين إيران وأمريكا؟ أنا في اعتقادي أنه ما يجري في الإدارة الأمريكية مهم جدا الآن. هناك فراغ كبير داخل وزارة العدل، داخل وزارة الدفاع، وأيضا البيت الأبيض، والذين كانوا يؤثرون على الملف اليمني سابقا والذي كان دائما ينحني إلى تدخلات يعني إيران في المنطقة، الآن معظمهم قد إما استقال أو إما يتم إبعاده عن الملفات الحساسة في هذا الوقت. لكن الآن هنا دخول الحكومة الأمريكية والتحالف العربي بالحديث مباشرة وتغيير وجهة نظر الإدارة حول الملف اليمني، وأيضا يعني إرشادها بما حقيقة بحقيقة ما يجري على الأرض وكيفية الحلول وحسم القضية في اليمن، وكيف استعادة التحالف بين الولايات المتحدة واليمن والخليج العربي. هذه نقطة مهمة جدا، هناك يجب التأثير، وأعتقد الورقة المقدمة من السفير السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن وضع النقاط على الحروف، ويجب البناء عليها، لأن الإدارة الأمريكية في وجهة نظري ستستمع إلى وجهة نظر السفير السابق لعدة عوامل، لأنه لم يكن محسوبا لا على الجمهوريين ولا على الديمقراطيين. هو رجل مسك ملفات حساسة في الولايات المتحدة وكان في السلك الدبلوماسي منذ يعني حوالي 35 سنة، عمل في مكافحة الإرهاب، عمل
كرئيس لقسم الشرق الأدنى، ولذلك عنده تراكمات وخبرة كبيرة، وأنا لا أعتقد الإدارة الأمريكية ستخلى عن وجهة نظره. أيضا حديثه في الكونغرس كان حديثا صريحا، هو الآن رجل متقاعد وأيضا يعني مواطن عادي، فبدأ يصرح بما كان يراه صحيحا وما يجب تنفيذه الآن. في السابق كان يتحدث كمسؤول للحكومة، وكما تعرفي آخر اليوم من يتخذ القرار هو البيت الأبيض، التوصيات تأتي من السفير ومن الخارجية ووزارة الدفاع، لكن من يتخذ القرار في آخر اليوم هو يعني الرئيس والبيت الأبيض بحد ذاته. هناك يعني أيضا نقاط مهمة يجب استغلالها. الرئيس الأمريكي السابق كما نعرف هو قال بصريح العبارة أنه يجب على المملكة العربية السعودية وإيران تقاسم المنطقة، ولذلك كان يتحرك من هذا الأساس. الآن الإدارة الجديدة تتحدث على أنه يجب يعني إنهاء التدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة. هناك وضوح في هذا الأمر ربما في الإدارة الجديدة. سنعود الحديث هذا أستاذ أحمد، ولكن اسمح لنا أنت أستاذ المشاهدين أذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ إبراهيم. نعود نقاشنا برأيك، يعني لو تطرقنا إلى توصيات جيرالد، يعني البداية أيضا بدعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالاستمرار ودعم أيضا قرار مجلس الأمن 22/16 كأساس للحل، كيف يمكن يعني أن يؤثر أو أن بطبيعة الحال هذا ما يراد له من قبل الحكومة الشرعية، ولكن هل يمكن أن فعلا يؤخذ بعين الاعتبار مثل هذه النقطة؟ خاصة أنه تحدث دعم الحكومة في السيطرة على الحديدة التي تعد منفذ اقتصادي للحوثيين ويعني أيضا تهريب السلاح. أنا في اعتقادي أنه العمل على تحرير المناطق اليمنية وما في ذلك ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة هو قائم الآن، هناك يعني تحرير جاري في منطقة الحديدة، وأنا أعتقد أنه الحكومة الأمريكية ستدعم ذلك الخيار، وليس فقط لمصلحة اليمن وإنما لمصلحة الملاحة الدولية. أصبح الحوثيون وصالح يهددون الملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، لديهم أيضا أسلحة لتهديد الملاحة الدولية، فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي واضح بدعم الشرعية اليمنية، وأيضا تحرير المناطق بالذات الحساسة منها على سبيل المثال الشريط الساحلي في البحر الأحمر والبحر العربي، فلذلك هم يعملون على تحرير هذه المناطق لصالح الحكومة اليمنية وللشعب اليمني وأيضا لصالح الملاحة الدولية. النقطة تفضلي. نعم، إذن يعني هل يمكن يعني التنسيق في هذا الجانب مع التحالف والولايات المتحدة لدعم الحكومة الشرعية للسيطرة على ميناء الحديدة؟ يعني لا تنسى يعني ما الذي يمكن أن يؤثر ذلك خاصة ما بعد الحديدة على لو حدثت وأن هناك مفاوضات جديدة فعليا؟ أنا اعتقادي أنه حتى في حديث السفير السابق كان يلمح بطريقة غير مباشرة أنه يجب الحسم العسكري ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات. هم يدركون ذلك، هم يدركون أن الحوثيون وصالح لن يدخلوا في أي مفاوضات إلا بعد أن يسحب البساط من تحتهم، وهو تحرير المناطق الحيوية، قطع الإمدادات، قطع النفط، قطع السلاح الذي تمده إليهم إيران وغيرها من الميليشيات الداخلية، فلذلك هم يدركون ذلك. أنا اعتقادي أن الإدارة الجديدة متجهة بهذا الاتجاه، يعني إضعاف الحوثيين وصالح عسكريا، تحرير المزيد من المناطق والمناطق الحيوية، ومن ثم سينجرون تلقائيا لالتقاط إنفاسهم والدعوة إلى مشاورات. لكن المشاورات هل تعتقد ذلك أستاذ إبراهيم؟ هل تعتقد من الحوثيين وصالح؟ نعم، هل تعتقد من الحوثيين وصالح أن فعلا يعني إذا ما أخذت عليهم الحديدة واستعادتها الشرعية أن يجنحوا للسلم وأن يشعروا بضعفهم، أم أن المكابرة بالشعب اليمني وقوته ومقدراته هي ربما هي الدافع لهم؟
في اعتقادي لن يكون لهم أي أوراق في المستقبل للعب عليها. هو الورقة الوحيدة التي يلعبون عليها الآن هي السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، والسيطرة على بعض مداخل الحديدة، ويعني الذي من خلالها يحدبون السلاح والكثير من الإمدادات. فأنا في اعتقادي عندما يقطع عليهم الإمدادات لن يكون لهم أي خيارات حقيقية يستطيعون اللعب عليها، لأنه الآن ليس لديهم أي اعتراف دولي، لا يحصلون على الدعم الدولي، يعني لا يوافق عليهم الشعب اليمني ويرفض يعني استخدام السلاح والقوة للسيطرة على الحكومة وعلى الموارد اليمنية وعلى الشعب اليمني بقوة السلاح وإهانة اليمنيين وقتلهم وتفجير منازلهم. هذا غير مقبول من عامة الشعب اليمني، فلذلك سيصبحون، أنا في اعتقادي بالنسبة لصالح يبدو واضحا من تحركه الأخير بالدعوة لقتال الأطفال والنساء في تعز وفي مناطق أخرى، بأنه بالنسبة له ملف من الماضي. أنا أعتقد الجميع يدرك بما فيهم المجتمع الدولي والخليجي والحكومة الشرعية بأن بالنسبة لملف صالح، وهو يدرك ذلك، أنه قد طوي مرة وإلى الأبد، والمسألة مسألة وقت لإبعاده من الواجهة السياسية. بالنسبة للحوثيون سوف يعني يخيرون إما الدخول في أي مشاورات سابقة لإنهاء هذا الانقلاب ومن ثم أعطائهم شيء رمزي في الحكومة، لكن الأهم من كل هذا إنه أي مشاورات قادمة سيكون أساسها هو بناء دولة يمنية حديثة الفدرالية، وهي بحد ذاتها ستسحب القوة التي دائما ما يعول عليها في شمال الشمال من أجل الانقضاض على السلطة، من أجل محاربة المحافظات الأخرى، من أجل نهب الموارد الشعب اليمني. فلذلك دعني أستاذ إبراهيم نستمع لرأي الحكومة في عدن وفي محافظات أخرى. تفضل. نعم نستمع لرأي الحكومة. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار رحبي، مستشار وزير الإعلام من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. اهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. اهلا بك استاذ مختار. تحول جديد لدى صناع القرار الامريكي واستماع لجلسه ومقاربه جديده حول كيفيه انهاء الصراع في اليمن، ما الذي يشكل في ذلك بالنسبه للحكومه الشرعيه؟ هذا يمثل موقف داعم لموقف الاداره الامريكيه الحديثه التي اعلنت منذ الوهله الاولى ان جماعة الحوثيين جماعة إرهابية، وكذلك الموقف الصارم من قبل الإدارة الأمريكية إدارة ترامب التي تعتبر متشددة إلى حد كبير ضد إيران وضد برنامجها النووي وضد أيضا الجماعات المسلحة المدعومة والتابعة لإيران. بالتالي موقف السفير الأمريكي الأسبق في اليمن يعتبر أيضا في هذا السياق داعم للشرعية، داعم لحكومة الرئيس هادي. أيضا يأتي في إطار الموقف الدولي الجديد الذي يحاصر إيران في المنطقة سواء في سوريا أو في اليمن، وهذا الموقف يعتبر موقف داعم وبقوة للحكومة الشرعية التي تحركت في الفترة الأخيرة تحركات سياسية وكذلك عسكرية داعمة لها. بالتالي أصبحت الحكومة تتحرك في مساحات واسعة في الجانب السياسي وكذلك في الجانب العسكري. هناك انتصارات كبيرة في منطقة نهم خلال اليومين الأخيرين، وكذلك تم تحرير الساحل الغربي وميناء المخا الاستراتيجي. بالتالي الحكومة الآن لديها موقف دولي جديد داعم لها وبقوة، موقف الإدارة الأمريكية، وأيضا موقف سياسي، نقل البنك المركزي، تواجد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في مدينة عدن، طرف الرواتب للمناطق المحررة، طرف الرواتب للجانب العسكري والجانب الأمني، كل هذه يعطي دفعة قوية للحكومة اليمنية لتتحرك بصورة أوسع. وحتى موقف إسماعيل الشيخ أحمد الذي كان متعنت في الفترة السابقة وقدم خارطة طريق لا تتوائم وتعتبر أيضا صدامية مع الحكومة اليمنية وهي بالطبع رفضتها، لكن الآن هناك خارطة جديدة وهناك موقف دولي جديد يتمحور من خلال التغيرات السياسية الأخيرة وعلى رأسها موقف الإدارة الأمريكية. نعم إذا أستاذ مختار يعني أتأكد على دعم جهود الشرعية والتحالف استعادة الدولة واستعادة السيطرة على الحديدة أيضا كآخر معاقل الحوثيين، ما أهميته في هذا التوقيت الذي فعلا تسعى فيه الحكومة الشرعية على بسط سيطرتها على الساحل البحري؟
السيطرة على مدينة الحديدة يعتبر سيطرة شبه كاملة على المنافذ التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية. هذه المنافذ البحرية تعتبر هي الرئة التي يتنفس من خلالها الحوثيين من خلال التهريب الذي يصل إليها من خلال الأسلحة من خلال الأموال. بالتالي لو تم بالفعل إقرار الخطة النهائية لتحرير مدينة الحديدة أعتقد أن الميليشيات الحوثية سيسقط بيدها، لم يعد أمامها إلا أن ترضخ للحوار السياسي المشروط من قبل الحكومة اليمنية، وأنها سوف تنتحر على أبواب العاصمة صنعاء وستنتحر على أبواب المناطق التي مثل بيدهم. في حال سقطت الحديدة والجانب الحكومي والجيش الوطني تقدم باتجاه بني حشيش وباتجاه أرحب وباتجاه العاصمة صنعاء، أعتقد أن الميليشيات الإنقلابية سيتم محاصرتها وسيتم خنقها. هي الآن تعيش أزمة حقيقية، لم تستطع دفع الرواتب منذ 6 أشهر، لم تعد الآن تستطع أن تتحرك في الجانب السياسي الدولي، حتى موقفها الدولي أصبح ضعيف وأصبحت تعيش لحظات أعتقد أنها من أسوأ اللحظات التي تعيشها الميليشيات الإنقلابية منذ الانقلاب. كانت تتحرك بمساحات واسعة، كان هناك تعاطف دولي، كانت هناك أيضا الإدارة الأمريكية السابقة كانت داعمة وبقوة، ونحن تابعنا مبادرة كيري التي كانت تعتبر في صالح الميليشيات الإنقلابية. بالتالي الآن نحن أمام موقف عسكري جديد، أمام موقف سياسي جديد. الحكومة اليمنية ستتحرك على هذا على هذه المحاور، وهي محاور أعتقد أنها للمرة الأولى التي تكون في صالح الحكومة وتجعلها تتحرك بمساحات واسعة في الجانب السياسي وكذلك في الجانب العسكري. نعم، إذن كيف بإمكان الشرعية والتحالف العربي التقاط مثل هذا التفاهم الأمريكي لطبيعة المعركة في اليمن؟ وهذه النقطة يعني طرحها ضيفي الأستاذ إبراهيم القطبي أيضا الدكتور محمد جميح. نعم أستاذ مختار، هل تسمعني؟ أستاذ مختار هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، هل سمعت السؤال أم أعيده؟ لا لم أسمع السؤال. نعم إذن يعني تحدث معنا الدكتور محمد جماحي وأيضا الأستاذ إبراهيم حول كيف يمكن أن تلتقط الشرعية مثل هذا التفاهم الأمريكي لطبيعة المعركة في اليمن، ويعني وأن تستغل توصيف جيرالد لما يحدث في اليمن فعلا. تستطيع الحكومة أن تستغل هذا الموقف الجديد، الموقف الأمريكي الجديد، بالضغط على الميليشيات الإنقلابية بالقبول بالمقررات الدولية، بالمخرجات الحوار الوطني، بالمبادرة الخليجية، وأيضاً بالقرار الدولي لتنفيذها على أرض الواقع. هذا بالنسبة للجانب السياسي. في الجانب العسكري أيضاً تستطيع الحكومة التوسع باتجاه الساحل الغربي، وهذا سيقلب المعادلة العسكرية وسيجعل من الميليشيات الإنقلابية إما أن تنهار عسكرياً ويتم اقتحام المناطق تلو الأخرى، أو أنها ستقدم التنازل تلو التنازل وسيتم تطبيق القرارات الدولية. بالتالي الحكومة تستطيع وكذلك التحالف العربي استغلال هذا الظرف الدولي الجديد وهذه المواقف الدولية الجديدة لطف أولا نفوذها على المنطقة على المناطق بالتحديد المناطق الساحلية التي هي الرئة التي يتنفس منها الحوثيين، وكذلك على الجانب العسكري بإقناع المجتمع الدولي بأنه لا مناص من تنفيذ القرارات الدولية ولا يوجد حل آخر غير تنفيذ القرارات الدولية وسحب أسلحة الميليشيات وحل المشكلة، لأن أصل المشكلة ليست الجانب السياسي. مشكلتنا في اليمن هي مشكلة عسكرية، انقلاب تم على الدولة، السطو على مؤسسات الدولة والسطو على الأسلحة من الجانب الحوثي. بالتالي إما أن يتركوا السلاح ويلتحبوا من المنطقة تلو الأخرى، أو أن عليهم أو إذا لم يقبلوا بهذا فإن الحكومة مضطرة لأن تدخل وأن تقتحم المنطقة الأخرى مستغلة الموقف الدولي الجديد الداعم وبقوة للحكومة وكذلك للتحالف العربي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني ما رأيك أو كيف تعلق على الخلاصة الأخيرة التي قدمها فيرستاين بأنه في حالة تم إنجاز الأهداف التي ذكرها أعلى في العام 2017 فإنه بالإمكان تأسيس حكومة وطنية ومؤتمر لإعادة الإعمار في 2018؟ في اعتقادي السفير مرة أخرى يعني بطريقة غير مباشرة كونه دبلوماسي هو يقول أنه المسألة اليمنية نستطيع حسمها بالكامل في خلال عام، ومن ثم التوجه في العام القادم
لإعادة الإعمار. هو يقول بلغة أخرى إنه لو حتمت الأمور، لو أعطيت الحكومة اليمنية والدول التحالف العربي الضوء الأخضر لحسم الأمر، سوف ندخل مباشرة بغض النظر يعني على هل سيدخل الحوثيين أو صالح في أي مشاورة جديدة، سيرقبون على الدخول بذلك، لأنه تعرفي عندما يحدث التغيير على أرض الواقع وهناك أرض يعني واقع جديد، يدخل الغير أو الجهة الثانية في المشاورات بشكل يعني مرغوبين به، مرغومين به يعني أقصد. الآن يعني التوجه يعني واضح باستطاعتنا الحسم الأمور ومن ثم الدخول في مشاورات، وفي عام 2012 18 نستطيع يعني إعادة الإعمار ما دمرته الحرب وما دمرته ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، والتوجه نحو بناء الدولة. نقطة أخرى يجب التركيز عليها، هناك فرصة جوهرية بالنسبة للحكومة اليمنية وهي صاحبة الشأن الأول حتى قبل التحالف الخليجي، لأنه ما يجري في اليمن هو يهمنا أولا كيمنيين، لأن هذا ورث أرضنا وهذا هو مستقبلنا. فلذلك ما هو برنامج الحكومة اليمنية وكيف ستستقل الوضع القائم الآن في الإدارة الأمريكية وفي العالم؟ يعني أنا في وجهة نظري أنه هناك كان تخبط كبير في الإعلام الدولي، الحكومة اليمنية لنقول بصريح العبارة لا يوجد لها حضور في الإعلام الدولي باللغات المختلفة، يعني معظم من يتحدثون بالرئاسة نيابة عن الرئاسة اليمنية يتحدثون إلى قنوات العربية والجزيرة. هذا الحصر في المنطقة يجب أن يخرج إلى العالم، يجب على الإدارة اليمنية أن تقول للعالم ماذا يجري في اليمن وكيف يتم معالجتها، لأنه في الطرف الأخير يعني الحوثيين وصالح كما نعرف هم مجرد ميليشيات تودد يعني تدمر الأخضر واليابس وتحاول جرنا إلى حرب مع المنطقة مع الجوار مع العالم، كما تعرف شعارهم الموت لأمريكا ولغيرهم. ونحن الشعب اليمني بحد ذاته هو الشعب صديق للعالم كله ويود الأمن والاستقرار وبناء الدولة ويود يعني فتح علاقات طيبة مع دول الجوار ومع العالم حسب الاحترام والتبادل وتبادل المصالح. فيجب العمل على هذا الورق، يعني الطرف الآخر لا يجيد إلا ورقة الدماء والتدمير والإرهاب وتعليم الجيل القادم على كيفية الكراهية وكيفية القتل، وهذا الأمور الذي يجب أن نشرحها للمجتمع الدولي لكي يساعدنا على التخلص من هذه الآفة التي تجرنا إلى حروب وإلى اقتتال وإلى تدمير داخلي وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. في دقيقة أستاذ إبراهيم، يعني فيما يتعلق بجميع النصائح التي طرحها السفير الأسبق للإدارة الأمريكية وتتعلق بدعم الحكومة الشرعية وغيره، هل يمكن أن نجد أذن مصغية من الإدارة الحالية؟ بلا شك الإدارة الأمريكية ستعمل على هذا الأساس، وأنا أعتقد التوجه ظاهر بالإدارة الجديدة. والآن السؤال هو ما الذي ستقدمه الحكومة اليمنية والدول التحالف والبناء على هذه النظرية التي تأتي من الأمريكيين نفسهم، يعني وهي لصالح الشعب اليمني ولصالح الحكومة الشرعية. يجب أن يكون هناك حضور إعلامي ويكون هناك يعني خطط مدروسة، يجب على الحكومة اليمنية أن ترسل كوادر لزيارة الكونغرس ولزيارة البيت الأبيض، يجب أن يكون هناك تنسيق على مستوى عالي لحسم هذه الأمور، لا يجب عدم الاكتفاء فقط بالتصريحات وردة الفعل. هناك يجد لدينا سفيرين رائعين ومخضرمين ورجال دولة، السفير الدكتور أحمد عوض بن مبارك السفير لدى الولايات المتحدة، وأيضا السفير خالد اليماني السفير لدى الأمم المتحدة. هؤلاء أقوياء يدركون المشروع اليمني ويعني يناصرونه ويجب دعمهم، يجب أن يكون هناك فريق يمني قوي متخصص في العلاقة الدولية والإعلام من أجل وهذا ما نطرحه العالم عن ما يدور ومن ثم إنهاء
الانقلاب وسعادة الدولة، وهذا ما يتمناه اليمنيين جميعا. وفي كل يعني أغلب حلقاتنا في المساء اليمني نتحدث عن هذه النقطة مرارا وتكرارا، أن تفتح الأفق للمجتمع الدولي من خلال متحدثين بلغات هذا المجتمع، مراسلين، أيضا صحف ومواقع إخبارية. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.